عودناكم على شوبينج هينو سريعة ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بسلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديدة المختلفة والمميزة العملية لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكن، اتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. مين منا ما بحب يعمل مساج؟ وكتير أوقات منضطر نروح على نوادي خصوصي، بس مع سيلف مساجر ما بقى نعطل هالهم، وحتى إذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا بحالنا وبحي لوقت كمان وبالقوة يلي بتناسب جسمنا. كتير أوقات منحس بأوجاع أو بكتير ستريس أو بكتير تعب كمان. سيلف مساجر فينا نستعملها على الرقبة، على الظهر، على الكتف، على الخصر وعلى الأرداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم. وكمان هالآلة فينا نستعملها بالبيت، بالمكتب وين ما كان، مزودة بإنفراريد كما إنها كفيلة بتحسين الدورة الدموية. أهم شيء إنه ما لها صوت وما بتلبد أبداً. سيلف مساجر مكفولة على سنة وبتحصلوا عليها ب 84,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. بوشان لوك مثل ما اسمها بدل، ما قلنا إلا نحطها على الحيط ونكبسها، وهي تعليقة كتير قوية بتحمل لحدود 5 كيلو، بتتركب على الحيط، على البلاط، على الخشب، على الإزاز وحتى على الإزاز المبرغل. ما بقى في زوم نفخط الحيطان، بتغنينا عن المقدح وتركيبها كتير سهل، ما قلنا إلا ننظف الحيط ونحطها ونكبسها، بنسمع طقة صغيرة وبتصير جاهزة. فينا نعلق فيها تياب، شنط، سلم البيت، وبدل ما نفخط الحيط تنعلق بوزريعة فينا نستعمل بوشان لوك. فينا ننقلها بالبيت من غرفة لغرفة بلا ما ننزع على الأساس، كتير متينة ومكفولة مدى الحياة. فيكن تحصلوا على سات من 8 تعليق بسعر 46,000 ليرة بس، وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هالساج ماكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر مناقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا الشي مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ماكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60,000، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخلي يحس حاله إنه في شي منه قدر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر، لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستيكين ب 60,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاء ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، تصلوا على بسلر على 01 44 55 55.
قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تيفي أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببس سلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع طريقه للطبخ. هيدا السيت مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، وفينا نبدلهم مثل ما شايفين على هيدا الشكل. مصنوعين من ستانلس ستيل 18x10 ومسكيتهم باكليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصل عليهم الاثنين ب 250 الف بس، وبيطلع معهم هلا هالهديه كبه ميكر تنعمل فيها قراص الكبه. اتصلوا ببستلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على ام تي في.